The name of Allah is start. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الحلوين والمرتبين وأساتذة المستقبل الناجحين إن شاء الله، طلاب المرحلة الأولى، وأخص بالذكر طلاب جامعة تكريت التربية الأساسية، أعتقد اللي هي موجودة منطقة الشرقاط أو مثل ما نلفظها باللهجة العامية مالتنا الشرقاط، لكون هذا الشرح مخصص لهم. وهذه الملزمة وصلتني من أحد الطلاب وطلب من عندي أشرح لهم إياه. حبايبي شوفوا إنه هذا الموضوع الجرامر والنحو، تعرفون هذا الموضوع. هنا عندنا noun phrase. طبعا أحب أبشركم إنه هذا مواضيعكم جدا سهلة وما بيها أي شيء صعب، إن شاء الله راح نوضحها واحدة واحدة. نجي للنون فريز حبايبي. شو النون فريز؟ هي عبارة اسمية. حلو، هنا معرف لي إياها هو شنو النون فريز. النون فريز العبارة الاسمية، طبعا هذا الرمز يرمز لها الاختصار مالتها and P، معناتها العبارة الاسمية in English can either by simple or complex. العبارة الاسمية يقول لك ممكن تكون بسيطة كلمة واحدة أو ممكن عدة كلمات. بعدين يقول لي a complex NP، تعرفت بعشان ال NP يعني العبارة الاسمية is the one in which the head إنه فيها شبيهة head. تمام، الهيد راح نرمز له بH، وبعدين راح أفسر لكم شنو الهيد، لا تستعجلون على الرزق مالتكم. is pre-modified by certain modifiers called determiners. اوكي استاذ اشرح لنا هذا الازدحام اللي صار هنا. حبايبي هنا شو يقول لك؟ يقول لك النون فريز الكومبلكس بالتحديد، الكومبلكس بالتحديد تمام، يكون قدامه مثلا اسم اشاره articles تمام، او صفات ملكيه كوانتيفايرز لو صفه او اسم او احتمال عدد. اوكي هذا نسميه كومبلكس. تمام استاذ، هسه لحد الان حتى ما مفتهمين، ماشي حبايبي. فهنا الديتيرمينرز يقول لك المحددات، ان عندنا انواع، ان عندنا ثمان محددات اللي يكونن قبل الاسم. هسه احنا بما بدنا نحكي بالعباره الاسميه، فهنا اول شيء عندنا الارتكلز. الارتكلز يا هي عندنا the والاي والاي ان، هذا اللي تعرفوني سبقا الاسماء، يعني يا بابا يا حلوين يا مرتبين. هسه هاي مثل the boy، هاي شو نسميها يا حبايبي؟ هاي نسميها عباره اسميه. استاذ ليش سميناها عباره اسميه؟ لأن عندنا استاذ عندنا أيضا عبارة فعلية، عندنا noun verb. شلون نفرق بيناتنا؟ أنا أقول لك حبيبي من الاسم، من أقول عبارة اسمية معناتها اسم عندي. شوف هسه هذا اسم، boy اسم، هو ما فعل تقول اسم. هذا هنا هاي بمن مسبوق؟ مسبوق بارتكل. السؤال هنا حبيبي شلون يجيك أنت؟ هاي تركز لي عليها، شلون يجيك السؤال؟ السؤال ينطيك جملة يقول لك حدد لي بيها العبارة الاسمية. أنت تجي مثلا تدور، هذا لقيته مثلا the boy هذه عبارة اسمية، يقول لك قل لي من الهيد، من الرأس بيها. الهيد طلاب نرجع شوية back لورا، خلي نسوي لها back شوية. هذا الهيد الكلمة الرئيسية مالتنا يعني، تمام، من دون الزلاطات مالتها. فهسه هاي بابا الكلمة الرئيسية، هاي الهيد، وذن الديتيرمينر. إذا سألك شنو المحدد الديتيرمينر قل له هاي نوعها، هاي articles، اجتي articles واجتي هنا هاي الهيد، اجتي كلمة، ماشي حبايبي. فهنا هسه منو الهيد؟ هاي وينها الكلمة الرئيسية مالتنا، وهنا هي مثلا الزلاطات، احنا خلينا نسميها نطلق عليها المصطلح هذا. طلاب اذا شاهدوني اول مره انا طريقتي هيك اشرح للطلاب خصوصا طلاب الجامعات،
لأن محملين طلاب الجامعات خطية، أكو كثير طلاب مظلومين دخلوا بالجامعة وانصدموا، شافوا طريقة الدكاترة وتعاملهم جدا صعبة والدكتور ما يقبل يشرح. فأنا بطريقتي ما أختلف عن الأساتذة اللي تشرح بالجامعات واللي تستخدم أسلوب التعقيد. الحمد لله والشكر يعني داخلين دورات، احنا اخر دورة دخلت لها هي طلاقة تدريس الحديث بريطانيا اونلاين، فاستخدم دائما اساليب اللي شلون هسه اسمي لكم هاي زلاطات، تمام. فهاي حبايبي هاي راح تصير هي شنو المحدد، احنا شنو المحددات. خاف واحد يجي يسأل استاذ ممكن ترجع لنا شنو المحدد؟ اي حبيبي شوف احنا قلنا الاسم ها يكون مسبوق بواحد من ذني، يا هي العبارة الاسمية. احنا مو قلنا العبارة الاسمية اما تكون كلمة واحدة، مثل بوي، اذا قلت لك بوي راح تقول استاذ هذا عبارة اسمية، اذا قلت لك شنو نوعها سمبل او كومبلكس قل لي لا استاذ سمبل، ليش؟ قل لي استاذ هي بوي كلمة واحدة. زين اذا قلت لك ذا بوي او قلت لك ابوي راح تقول استاذ هاي كومبلكس، ليش؟ تقول الأستاذ هاي العبارة الإسمية متكونة من كلمتين، متكونة من هاي الهيد سميناها الهيد هي الرأس، وأستاذ هاي ديتيرمينال شنو نوع ديتيرمينال المحددة؟ قل أستاذ أرتكلز جت هنا. أرتكلز تعرفون شنو؟ أدوات مالت التعريف والتنكير، تعرفون هاي ذي هي التعريف وهاي ذن التنكير، مثل هاي تقول ولدا هنا تقول الولد، تمام. فأبد ما بيها شيء صعب أبد لا الدخول طلاب. هنا هسه نجي النوع الثاني من الديتيرمينال من المحددات، احنا مو قلنا ثمانية بوسيسيف ادجكتيفز اللي هي شنو؟ ماي مثلا ماي بوك يور بوك كتابك كتابي، هذن الأمور، تمام، اللي هي تسبق الاسم. هنا هسه إذا أقول لك وين العبارة الاسمية؟ تقول الأستاذ هاي ماي بوك هاي عبارة اسمية. زين حبيبي وين الهيد الرأس؟ تقول استاذ البوك الكتاب هو الهيد، وهاي حبيبي قل هاي الزلاطات هاي استاذ خليناها قبلها نسميها ديتيرمينر محددة. زين شنو نوع المحددة هاي؟ تقول استاذ هاي بوسيسيف ادجكتيفز، وذن لازم انت تعرف انه هن معروفات، يعني ماي بوك يور بوك كتابنا يور بوك كتابك هز بوك كتابه الى اخره، ماشي حبايبي. هي هاي الـ كل السالفة والله. يعني هسه هاي إذا أقول لك وين العبارة الإسمية تقول استاذ هاي their room، وين الهيد استاذ الروم. زين وهاي تقول استاذ هاي determiner المحددة اللي إجت قبل الاسم، شنو نوعها مثلا؟ تقول استاذ هاي possessive adjectives، ماشي. نجي للنوع الثالث اللي هي demonstratives اللي هي بين أسماء الإشارة، أيضا يجي قبل الاسم. فتعرفون أنتوا هاي مال this وذات للمفرد، هاي احنا نسميها شغلات مال صغار ما نسولف فيهم. فهنا اقول لك حبيبي وين العبارة الاسمية؟ تقول استاذ this is boy this sorry this boy هاي عبارة اسمية. اقول لك حبيبي وين الهيد؟ راح تقول لي البوي، الهيد هو الرأس اللي رمز له بحرف الاتش. زين وهاي this راح تقول استاذ هاي الزلاطات هاي شنو نوعها؟ تقول استاذ demonstratives اللي هي اسم اشارة، ماشي حبايبي، اللي هي determiner. شنو المحدد اللي جا؟ تقول استاذ المحدد اللي جا هنا نوعه هو اسم اشارة، وكان الله يحب المحسنين والله يا حلوين. quantifiers عندنا quantifiers اللي هي باب الكميات، مثل many much both all some اوكي اذن نسميه quantifiers، نفس الكلام. ايضا اجي اقول لك some boys حدد لي اياها وين العباره الاسميه، مثلا يعطيك جمله ويقول لك some boys are sitting here، وين حدد لي العباره الاسميه noun phrase الان بي حدد لي اياها، راح تقول لي some boys، راح اقول لك اوكي وين الهيد، راح تقول لي البويز. زين وهذا الديتيرمينال راح تقول استاذ هاي some determiners شنو نوعها؟ راح تقول لي استاذ هاي نوعها الصام هي كوانتيفايرز اللي تجي عن ويا الكميات، ماشي حبايبي.
عندك هاي طبعا تعرفون هذول مال الكميات مال ماتش وليتل وأول وأول أوف يو، وصلت الفكرة؟ أول ميلك من أقول لك إياها وين ناون فريز راح تحدد لي وين الـ وين الهيد راح تقل الميلك، وهاي شنو راح تقل أستاذ هاي الأول معناته كوانتيفايرز وإلى آخره. ماشي حبايبي تو؟ يا الله عندك several بابا شوفوا يعني انت بعد ما تقرون يقول لك several can be used with plural countable nouns. يقول لك هذا طبعا انتوا اكيد انتوا الملزم مترجمية مثلا يقول لك هاي الكلمة several معناتها عدك كتب عدة. يقول لك هاي حبيبي تجي فقط مع الاسماء الجمع اللي تنعد مثل بوكس هاي معدود واسم جمع يعني ما تجي هاي الكلمة مع المفرد. بعد النيومرالز الأرقام بابا مثل 1 2 first second أوكي هاي تعرفون يجوا لها مثلا اسم. فهنا السؤال يجيك يا حبيبي مثلا يقول لك one boy راح تكل استاذ هذه أيضا عبارة اسمية وين الهيد هذا البوي زين والوان شنو نوعه راح تقول استاذ هذا نوعه نيومرالز زين النيومرالز راح نسميه عندنا الاعداد بابا عندنا نوعيتين بها ينقسمون الى قسمين احتمال هاي تجيك فراغ طلاب احتمال تجيك فراغ لك النيومرالز كان بي ديفايدد انتو تو تايبس الى نوعين شنو كاردينالز كاردينالز اللي هي الاعداد الحقيقيه مثل 1 2 3 اوكي 1 2 3 وعندنا اوردينالز اللي هي مالت شلون تقول مالت المراتب مثلا فيرست الاول سكند الثاني ثيرد اوكي فهنا حبايبي هنا مثلا قلت لك يعني يقول لك حدد العباره الاسميه وانطيني اياها شنو موجوده ومنين تتكون. النوع السادس جينيتيف الاس اللي هي مالت اس التملك مثلا هسه هاي عليز ذا بويز اوكي وصلت الفكره حبايبي. هنا ايضا راح تقول لي علي هو الهيد والاس هنا راح تقول لي جينيتيف اوكي عليز بوك عليز بوك ماشي حبايبي. فهنا راح يقول لك كتاب علي حدد العباره الاسميه راح تحدد لي هاي كلها عليز بوك راح اقول لك هنا وين الهيد هنا هي ربط سالفتنا فحبايبي الهيد راح يكون هو شنو علي طبعا هنا يشرح لك بابا شوفوا طلاب هنا يشرح لك الاس التملك انه الاباستر في الفارزة وين تكون ماشي بالمفرد بالجميع بالمفرد تصير هنا قبل الاس بالجمع تصير بعد الاس ماشي هنا شوفوها the boys بعدين عندنا الصفات مثل tall, rich, big, blue, new تعرفون هاي الأمور وين العبارة الاسمية new box هاي كلها عبارة اسمية تحددها وين الهيد هذا البوكس والنيو راح تقول استاذ determiner محدد شنو نوع determiner راح تقول لي adjectives ماشي او احتمال اسم يكون مسبوق باسم تمام animal food the room door باب الغرفة راح تقول له وين الهيد بابا هاي الهيد دور تمام حبايبي وين ال الديتيرمينر راح تقول لي هاي شنو الديتيرمينر هاي المحدده قل لي ناون هذا اسم تمام الى اخره كملنا العباره الاسميه وهسه العباره الفعليه اللي هي جدا سهله ايضا رمزها شنو هذا verb phrase vp اوكي كان either be simple or complex هسه عرفنا ان العباره الاسميه اما تكون ايضا simple اللي هي تتكون حبايبي منين من فعل رئيسي واحد او تكون complex العباره منين تتكون مثلا العباره الفعليه من مثلا من فعلين من فعل مساعد زائد فعل رئيسي ماشي حبايبي
وتعرفون انتم الافعال ممكن تكون lexical verbs يعني رئيسيه، وممكن تقول auxiliary verbs. طبعا الافعال الرئيسيه تعرفون انتم يا اما تكون شاذ يا اما يكون قياسيه، تعرفون انتم الافعال الشاذه والقياسيه. هو هذا هنا دا يشرح لك هاي الهوسه، شوف كلها دا يقول لك اياها ودا يعطيك طبعا هنا جدول. هاي اشكال الافعال يقول لك play هو بصيغه المجرد، plays منضيف له اس بالمفرد الفعل اي ان جي وبالماضي بتصريف الثالث الى اخره. هنا عندك حبايبي هنا يقول لك الاوكسيلياري فيربز، عرفنا هسه اللكسيكال فيربز يعني يقول لك تتقسم الى ريجولار وغير ريجولار، قياس وغير قياس. هنا الافعال المساعده يقول لك ايضا تصنف الى المن الى ثلاثه انواع، برايمري اوكسيلياري ومودل اوكسيلياري اند مارجينال اوكسيلياري. هنا ممكن تجيكم فراغات حبايبي، يقول لك طبعا هاي المجموعه مال برايمري اوكسيلياري الافعال المساعده الاساسيه تتضمن 11 عنصر اللي هن اذني حبايبي، اذني يسمونه برايمري، انها ام وز وار وز وير وهاز وهاب وهاد ودو ودز ودت، تمام؟ اذني شو نسميه هنا؟ برايمري اوكسيلياري. يعني ممكن عفوا يعني ممكن الأسئلة تجيكم حبايبي يعني حدد العبارة الفعلية مثل ما قلنا، حدد العبارة الاسمية هنا تحدد العبارة الفعلية، وممكن يقول لك بعد ما تحدد لها أو ممكن تجيك بصيغة ثانية يقول لك مثلا انطيني نوع الأوكسيلياري الموجود هنا، الفعل المساعد هنا مو بأنواع، انطيني هذا نوع برايمري لو مودل لو نوع مارجنال، أوكي؟ فهنا راح نجي شنو هن البرايمري سوري برايمري اوكسيلياري الهن الان. شوف هنا حبايبي عندك البرايمري اوكسيلياري يقول لك ان ذي كان بي يوزد اوكسيلياري اند مين فيربز ان ذا فولينج اكزامبل، يقول لك هذني حبايبي شوفوا هنا هذني البرايمري اوكسيلياري ممكن نستخدمهن فعل مساعد وممكن رئيسي. هسه تقول استاذ شلون هسه انا اشرح لك اياها بكل بساطه. شوف حبيبي هنا اشوف هسه هذا الام ادري بي ان برايمري اوكسيلياري، لكن هنا شو اجى فعل رئيسي. استاذ شلون عرفت هاي الام فعل رئيسي؟ شلون اعرف هاي الام الاز الار الووز وير؟ شلون اعرف ان ذني؟ انا راح اعطيك معلومه امشي عليها. شوف حبايبي هاي الام والاز والار اجي وراها، شوف اذا شفت فعل اكو وراها اجى فعيل ثاني اقول هذا مساعد مو رئيسي. هسه والدليل شلون؟ شوف هسه هذا رئيسي هنا، ليش؟ لان جت وراه كلمه هنجري مو فعل، اجى اسم جائع، اوكي؟ هنا عندنا او اجت عفوا صفه، صفه او اسم ماكو اي مشكله، المهم ما يجي فعل بعد الام. اذا اجى فعيل نقول هذا مساعد. هسه هنا ما عندنا فعل وراء. هنا شوفوا حبايبي شوف ام وريدنج اجى فعل بي اي ان جي، يعني هذا الرئيسي وهذا شنو؟ هذا المساعد. سامي هاز ماني بوكس، سامي لديه كتب عديده، فهذا الهاز شوفوا اجى وراء فعل؟ لا. اذا هذا شنو؟ فعل. هنا صار فعل رئيسي هو صح فعل مساعد نوع برايمري اوكسيلياري، بس هنا شو اشتغل؟ از مين فيرب كفعل رئيسي. هنا شوف سامي هاز دان هيز ورك، هنا الهاز اجت فعل مساعد، ليش؟ لان اجى وراها فعل تصريف ثالث. وهكذا يا حلوين. هنا شوفوا سها ديد ذا جوب، طبعا هسه هاي شوف اذا تسال الطلاب راح يقول لك ها ديد هذا فعل مساعد، بس بالحقيقه لا حبايبي هذا مو فعل مساعد، هنا فعل رئيسي. شلون عرفته؟ لان انت تعال تدور وراها اجى وراها فعل؟ لا ما اجى وراها فعل، تمام؟ اذا هذا فعل رئيسي. هنا شوف سها ديد نوت ميت، شوف ديد نوت ميت هنا اجت وراها فعل، اذا هاي ديد شنو؟ فعل مساعد. نجي على النوع الاخر من الافعال المساعده هو المودل، الافعال الناقصه يسموها.
اللي هي كانوا كود ومايت وشد وشل وشود أذني وماي أذني سميهن شبيهن واللويد اللي هي دائما يكون المتبوعات بمن the base form فعل مجرد احنا نسميه تمام حتو هيك مفتهمينه يكون يكون متبوع مصدر يعني فعل مجرد علي may buy a new car شوف هسه هذا model auxiliary اجا بعده شنو فعل مجرد فعل مجرد اللي هو يسمونه base form ماشي حبايبي هنا شوفوا طلاب هنا شو يقول لك يقول لك حدد للعباره الفعليه وين العباره الفعليه هي من اسمها عباره فعليه اذن بها فعل شوفوا فهاي العباره فعليه هاي وين شوفوا من مي الى باي هاي شو يسموها عباره فعليه ناون عفوا فيرب فريز فيرب فريز عباره فعليه تتكون من فعل رئيسي وفعل modal verb اوكي من main verb و auxiliary verb هنا كذلك اذا قال لك حدد للعبارة الفعلية وين هالعبارة الفعلية يعني بس الفعل تحدد وين هذا واحد وهذا اثنين شنو نوعين هاي العبارة قل لي complex ليش قل لي لان تتكون استاذ من كلمتين تتكون من هذا الفعل وهذا الفعل هذا فعل رئيسي وهذا مساعد هنا حدد العبارة الفعلية راح تحدد لي بس العام تمام لأن احنا العبارة الفعلية نحدد بس الفعيل والفعل مرات يكون كلمة مرات يكون كلمتين ماشي حبايبي حدد العبارة الفعلية هنا راح تقول لي did not meet هاي كلها عبارة فعلية هذا فعل فعل رئيسي الميت وهذا الفعل المساعد ماشي حبايبي هنا ايضا يقول لك حدد العبارة الفعلية تقول كان سبيك هاي عبارة فعلية هذا فعل رئيسي وهذا فعل مساعد نوع مودل فعل ناقص وهذه كذلك مارجينال اكزيلياري اللي عندنا بها ثلاثة هي شنو هنا نيد ويوز تو اند دير تو اند ذي ار كولد مارجينال بيكوز ليش سموهن ليش سموهن مارجينال يقول لك لان هذول شبيهم ميزتهم بوث برايمري اند مودل اكزيلياري انه هم ايضا برايمري يعتبرون اكزيلياري وبنفس الوقت يعتبرون شنو مودل اكزيلياري افعال ناقصه يقول لك they cannot only be used as a verb and as a but also they have meanings as well انه هم مو فقط يستخدمون فعل رئيسي وفعل مساعد لا هم ايضا لهم معنى وصلت الفكره مثل كلمه نيد كنا نعرفها معناتها يحتاج ماشي حبايبي هو هذا المقصود بها فهنا مثلا يقول لك علي needs to see his doctor يقول لك حدد العباره الفعليه تحدد الهي ويقول لك او مثلا صيغه ثانيه يقول لك اذكر لي نوع هذا الفعل شو تقول له تقول له هذا marginal auxiliary وهكذا هنا شوفوا حبايبي شوفوا هنا شنو علي needs to see his doctor شوف من رادين فيها قال علي doesn't need to see his doctor وصلت الفكرة هنا استخدمها كفعل رئيسي هنا استخدمها كفعل شنو مساعد قال علي يحتاج لكي يرى دكتور علي ايش قال هنا علي need not see his doctor شوف فعل مساعد وضاف له نوت يعني كأنما شون ال is اعتباره مثل ار من فيهن اوكي وصلت الفكرة مثل does هنا صار الاعتبار هنا عدنا tenses of the verb phrase هنا عدنا الصيغ مالت الأزمنة يعني الأزمنة مالت العبارة الفعلية تعرفون هاي تبعد الأزمنة المضارع البسيط تعرفون انتم القاعدة مال تتكون من فاعل او الفعل يا اما بأس يا اما بدون اس وتعرفون انتم هذا عليه من يتكلم عن حقائق وعادات متكررة ودائما يكون نستخدم يا الظروف هذني always or sometimes usually every day rarely وتعرفون انتم شلون تنفونه وشلون تسوون سؤال
does تستخدمون does وdo كأفعال مساعدة ساعدكم بنفي الجملة والسؤال. طبعا ملاحظة أيضا سجلوها يمكم وحفظوها وتعلموها، أنه الفعل المساعد شنو الفائدة مالته بالجملة حبايبي؟ الفعل المساعد من اسمه مساعد، يساعدنا بالجملة نكون سؤال ونكون بجملة منفية، هذا هو من اسمه مساعد يساعدنا على هاي الأمور. طبعا هنا يقول لك شلون نسوي المبني المجهول. المبني المجهول طبعا تحذف الفاعل، ويقول لك حتى نسوي جملة بزمن المضارع البسيط بس مبنية للمجهول نحذف الفاعل. يعني على سبيل المثال هسه ناخذ كلمة مثلا he wakes up early، اوكي تحذف الفاعل وتأتي بالمفعول به تجيبه بالبداية، وبعدين تخلي is لو are حسب المفعول به اللي هو راح يكون نائب فاعل راح يجي بالبداية، وبعدين تخلي الفعل بتصريف الثالث، وبعدين تكمل لك بقية الجملة. يقول لك طبعا الأفعال المساعدة اللي تخليها عندك هنا أفضل شيء الأم والإز والآر. هنا عندك هاي الجملة يقول لك حولها مثلا مبني المجهول، ممكن تجيك بكل بساطة تحذف هذا الفاعل تمام أولا، ثانيا تأتي بالمفعول به اللي يكون هو بعد الفعل. المفعول به وين تلقاه؟ بعد الفعل، هذا الفعل هذا المفعول به تجيبه تخليه بالبداية، بعدين تقول شو تخلي له المرحلة الثالثة، شو تخلي له؟ تخلي له فعل، نستخدم فعل مساعد مناسب كلاس، يعني هو مبين مفرد، شو نخلي له؟ از دو ار از، ونأتي بالفعل تصريف ثالث نخليه كلين، شو راح يصير؟ كلين هو هذا الفعل نزله، وبقية الجملة هي هاي ايفر ويك تنزل. ماشي حبايبي، أنا أحاول أكمل لكم اليوم الملزمة كاملة بهذا الفيديو. هنا هسه هنرجع شوية لأن هاي الجملة لازم نرجع لها شوية. طلاب هذا النوع مثلا هسه شوف هذا where does Ali put his books sometimes، هنا احنا قلنا نحذف الفاعل، فمو يجي واحد طالب احنا قلنا نحذف هذا الفاعل، هو الفاعل هذا مبين. استاذ شلون اميز الفاعل اذا جانا نوع من هاي الاسئله؟ حبيبي شوف هسه هاي اداه استفهام، ورا اداه استفهام دائما يجيك فعل مساعد، ورا الفعل المساعد يجي الفاعل، بعدين الفعل الرئيسي، وبعدين التكمله. ماشي حبايبي، فهنا احنا قلنا نحذف الفاعل هذا ينحذف، ماشي تأتي بالمفعول به، وين المفعول به؟ بعد الفاعل، his books هذه هي شنو الفاعل. زين طلاب تقدر تقول لي هاي عبارة اسمية لو فعلية؟ لا حبيبي، شنو تتذكروها؟ هاي عبارة اسمية، ماشي اللي هي هاي وينها؟ اتوقع طلاب يجيب لك حدد العبارة الاسمية والعبارة الفعلية. هسه مثلا هسه جملة بكل بساطة أذني عبارة اسمية، ماشي أذني داز علي بوت هاي عبارة فعلية، ماشي عيوني. فهنا بعد ايش عندنا هنا مثلا هسه الجملة إذا قال لك حدد لي العبارة الاسمية والفعلية حددها، يقول ندى بين هي اسم، احنا تذكرون العبارة الاسمية قلنا يا اما تكون كلمة يا اما تكون كلمتين، فهسه هاي ندى اسم مبينة يعني هي هاي العبارة الاسمية، كان سبيك هي العبارة شنو انتو قولوها؟ هي العبارة الفعلية، وفرنش ايضا عبارة اسمية حبايبي، اسم دولة ايضا هو عبارة اسمية بتكون كلمة الى اخره. فهنا حذفنا قلنا نرجع المبنية المجهول بهذا النوع شلون نحذفه، اداة الاستفهام ابد ما تحذفها كل شيء ما نلعب بيها. نأتي بالمفعول به، طبعا هاي تنزلها بالبداية، أوكي؟ بعدين تأتي بالمفعول به تخليه، طبعا أنت لازم يصير عندك حلين هيك بالهامش حتى تضبط هاي الجملة، خاف اكو طالب يخربط، أنت بالبداية تعامل إياها كأنما هاي الأمور ما موجودة تذني، يعني كأنما جملة اعتيادية مو سؤال. تقول نحذف الفاعل، نأتي بالمفعول به نخليه بالبداية، أوكي؟
وبعدين نخلي الفعل. الفعل هذا تصريف ثالث حبايب. أو sometimes. هنا عندك الفعل المساعد بابا. الفعل المساعد للبوكس جمع هذا النش. راح تخلي الأكيد R. ماشي. والوير هي قلنا تنزل. طبعا أذن إن فيه نتعرفون التبعات. They should write the essay. تأتي بالمفعول به تخليه بالبداية. بعدين هنا الشد تجيبها وتنزلها بابا. المودل بيرد اوكسيليري تنزل هي بالجواب، هي الفعل المساعد تستخدمه مو تستخدم الزوار، تمام؟ لان هي اصلا موجودات بالجملة فتستخدمها. Present continuous طبعا تعرفون هاي يتحدث عن أمور تحدث الآن في الوقت الحالي، وأيضا صيغتها بين من كلمة مستمر عندك فاعل وعندك am was are وعندك فعل ing. طبعا الأزمنة المستمرة دائما الفعل الرئيسي شبيه يكون ب ing. طبعا صيغة المبني للمجهول طلاب، صيغة المبني المجهول هاي واضحة عندك شلون تكون جملة مبنية للمجهول. نفس القاعدة تحذف الفاعل تأتي بمفعول به اللي قلنا تلقاه بعد الفعل، وبعدين تستخدم تقول am being is being are being. بس هاي جمع ايش راح تقول؟ راح تقول are being، وبعدين تجيب شنو الفعل الرئيسي بالتصريف الثالث washed يصير now. طبعا راح احاول اكملكم اياها صورة سريعة حتى ما نخلي هاي الشرح يكون جزئين. النوع الثاني عندنا من يكون عندنا موديل اوكسيليري موجود بها، مثل هساي سلمى may be reading the novel، تمام؟ فشلون هذا النوع نكون السؤال به؟ فهاي عندك هو اصلا معطيك اياه maybe reading the novel. Okay. فهنا راح يصير السؤال يعني جدا سهل. راح يقول be reading the novel. هنا شلون تكون السؤال؟ انه تقدم المي. هنا هذا مثلا جاب لك هاي الجملة قال لك بابا ريت هاي كويستشن تسويها، بس المي تقدمها الأمام. هاي تعرفوا هاي الأمور. وإذا قال لك نفي فقط تضيف نوت هنا صارت الجملة عندك منفية. هنا قال لك أريدها السؤال، فهنا بكل سهولة تقول له أنه أيضا تحذف الفاعل. تعرفون هذا عفوا سالم مو سلمى، سالم. وتطبق عليه القواعد نفسها مال تقدم تأتي بالمفعول به بعدين الفعل شو الموجود عندك إلى آخره. الأزمنة طلاب ما ركزت بها لأن على اعتبار تفاهميها لأن درستوها بمرحلة الإعدادية متوسطة، فما مو ما ناخذ بها وقت. وخلي ببالك دا من الأزمنة يجيك سؤال طلاب مثلا شنو الفرق بين الزمن المضارع البسيط what is the difference between present simple and present continuous. هذا النوع من الأسئلة شلون تجاوبون عليه. أنت شو تعرف مثلا عن المضارع البسيط؟ اكتب لك المضارع البسيط هو زمان يستخدم عن العادات تمام وعن الحقائق، وتعطي مثال وبعدين ترجع تشرح له شنو الزمن المضارع المستمر. تقول له الزمن هو اللي يستخدم عن أشياء أنه تحدث الآن وتعطي مثال. خاف تجيك هيك نوع من هاي الأسئلة مثلا يقول لك مثلا هسه هاي ما الفرق بين الزمن المضارع التام وزمن المضارع التام المستمر؟ فكل واحد يقول له استخداماته. تقول له مثلا ذاك يستخدم عن تعبير الحقائق، وهذا تقول له يستخدم عن أشياء بدأت بالماضي ولا زالت يعني ممكن تستمر إلى الوقت الحاضر. ماشي حبايبي؟ وتعطي مثال لا أكثر ولا أقل. عندك هاي مثلا هذا الزمن استخدم يا just already for since ever never yet. اوكي فهنا العباره الفي بي تتكون منين؟ هذا شنو هالعباره الاسميه تتكون من هاز وهاف زائد تصريف ثالث للفعل.
ماشي حبايبي. فهنا مثل has already sold، هنا هذا فراس has فراس sold. طبعا عندك هاي الكلمات تأتي مع الجملة بالنفي وبالاستفهام. بالمبني للمجهول يعني الشغلة جدا جدا سهلة. أيضا تحذف الفاعل تأتي بمفعول به بعدين، بس شو تقول؟ تقول has been وتجيب التصريف الثالث للفعل. ماشي حبايبي. عندك زمن المضارع التام المستمر أيضا قلاب استخداماتها، استخداماته أنه أشياء أنه بدأت بالماضي ولا زالت مستمرة لحد وقت الكلام، قد تستمر مثلا. هاي منين تتكون العبارة الفعلية BP؟ العبارة الفعلية شوف has been speaking، هذه كلها منا من الهاز للسبيكينج، هاي كلها عبارة فعلية. ليش؟ لأن هذا فعل رئيسي، هذا فعل مساعد، وهذا فعل مساعد. هذا تجيك مثلا حدد العبارة الفعلية، أو مثلا يقول لك يا بتكلم لي مثلا عن الزمن الكذا، اشرح لي اياه وطيني أمثلة عليه. أو على الأغلب مثل ما قلت لكم تجي شلون المقارنات مثلا زمن المضارع التام وزمن المضارع التام المستمر، شنو الفرق بيناتهم؟ طبعا كل واحد تشرح له اياه شوية عليه المن يستخدم وتعطيه مثال. طلاب أنا أحاول أعلمكم شلون تدرسون اللغة الإنجليزية وشلون تفهموها، تمام؟ أنا كل هذا هدفي أنه أعلم الطلاب شلون تقرأ وشلون تتعلم. ابتعدوا عن طريقة الدرخ، الدرخ بدون فهم ما يفيد الطلاب. هنا عندنا زمن المضارع عفوا الماضي البسيط أيضا منين يتكون واستخداماته، وكل زمن انتم تعرفونه منين يتكون وشلون تسوي السؤال وتسوي وتسوي منفي. هنا عندك زمن الماضي المستمر، هنا ممكن تجيكم طلاب مقارنات. ارجع واقول لكم الازمنه على اغلب تجيكم مقارنات، قارن بين هذا الزمن وهذا الزمن. ومثل ما علمتكم شلون تجاوبون على اسئله تذكروا له دائما، تقولوا له هذا الزمن يستخدم الكذا تعطيه مثال، والزمن الثاني ايضا يستخدم الكذا وتعطيه مثال. هذا جواب الهيتش امثله طبعا، وكل وحده انه باسيفيشن المبني المجهول شلون نكونه مثل هذا النوع من هاي الاسئله. انه وير هولدينج ميتينج مثل هسه هاي، فالوير راسا نصير وير بينج او واز بينج زادا التصريف الثالث للفعل، وايضا نفس القاعده تحذف الفاعل تاتي بهاي الامور. الماضي التام ايضا يعني يتكون من فاعل وهاد زاد التصريف الثالث، ايضا استخداماته وين يستخدم مع مثال خاف يجيب لك شنو الفرق مثلا بين المضارع التام والماضي التام. future simple يعني يتكون من will و shall زائد التصريف الثالث، وعندك ايضا هاي صيغة مبني مجهول مفعول به will be او shall be زائد التصريف الثالث. وعندنا تعرفون انتو شلون نكون الزمن المستقبل future، عندنا كثير امور، عندنا will will و shall، وعندنا will going to اوكي. فاعل am is are going to زائدا تصريف ثالث فعل، او تعرفون مفعول به am is are going to زائدا be زائد تصريف ثالث. تمام حبايبي. فهنا هسه شوف شلون هسه حولها مبني مجهول، مثلا هسه الجمله حذف الفاعل جبنا المفعول به اللي قلنا بعد الفعل، هذا وينه؟ هذا الفعل to، هذا الفعل هذا المفعول به a meeting is going حسب القاعدة is going to be held next Sunday. وعندنا أيضا بهذا الفاعل am is are about to، about to معناته على وشك مثلا أوكي، يعني تستخدم للمستقبل بسيط. إذا هسه واحد يسألني ويقول لي ها يمتى تكمل؟ أقول له am about to finish، أنا بعد شوية أكمل.
ها اها يعني باللهجة العراقية مالتنا ها اها كملت ها اها راح اكمل والى اخره. المستقبل المستمر فاعل will او shall زادا في زادا اجي. طبعا طلاب لكم هاي المعلومة بالانجليزية الحديثة راح تجدون ماكو شال عندنا تمام مشيول الشال بالانجليزية. طبعا هذا النحو قديم طلاب، بالانجليزي الحديث بالنحو الحديث هسه كله فاعل will زادا بماكو عندنا شال. اوكي قبل احنا نقول مثلا I shall go home، انا سوف اذهب الى البيت. بالانجليزي هسه الحديث صارت كلها I will go home، انا سوف اذهب البيت، ما يقول ما يصير ماكو اقول I shall، اوكي اقول I will. ايضا هاي خلوها عندكم. هنا طبعا ايضا اشرح لك شلون تحول الجمله المبنية للمجهول، وايضا يقول لك will be being زائد التصريف الثالث للفعل. اشرح لكم وحده حتى اوضح لكم. تحذف الفاعل تاتي بمفعول به، هذا هو المفعول به اللي هو they will be waiting. ارجع شويه the boys تنحذف فراح ناتي المفعول به هذا وينه راح اخليه the wall شو يصير هذا ينزل الفعل المساعد will be شو يصير being painted. دائما طلاب الفعل الرئيسي بالمبني للمجهول يكون تصريف ثالث، دائما استخدم تصريف ثالث، شوفوا دائما هذا كله تصريف ثالث، وين ما تروحون تكون تصريف ثالث الى اخره. هذا عندنا زمن المضارع عفوا المستقبل التام يتكون من فاعل هو الوشل زاد هاب زاد تصريف ثالث للفعل. وايضا شارح لكم شلون تستخدمون المبني المجهول هنا ايضا شارح لكم اياه. will have been or shall have been زاد تصريف ثالث للفعل. هنا عندنا الزمن المضارع عفوا المستقبل التام المستمر، القاعده مالته فاعل وشل وهاب وبينز ING. طبعا ارجع واقول لكم الازمنه مثلا يقول لك شنو الفرق بين المستقبل التام والمستقبل التام المستمر، اشرح لي اياهم مع الامثله، تشرح لي اياهم يا تعطي امثله. طلاب حبايبي طلاب المرحله الاولى دائما اخذوا الامور ببساطه، لا تعقدون الامور عليكم وتقولون يعني انا جاي للجحيم انا جابني الانجليزي وهاي شنو، لا دائما ابدا الامور وحده وحده. او عندك انترنت روح ابحث، اتركوا مرحله الاعداديه ما تنتظر المدرس يعطيك المعلومه يلا انت تقرا، لا حبايبي هنا بعد اللغه هاي الامور انت مرحله جامعه انت صرت استاذ راح تصير استاذ ان شاء الله، فلازم انت تروح تبحث عن المعلومه بنفسك ومطلعها انت تطلعها بايدك. حتى ليش حبيبي حتى انت راح تفهمها المعلومة، خلي ببالك من انت تتعبيها وتجيبها راح تضبطها 100%، ومو بس هيك راح تعلم بها جماعتك ايضا تشرح لهم اياها. هنا عندنا adverbial phrases العبارات الظرفية، مثل هاي عندنا العبارات الظرفية مثل اذن الكلمات عندنا ايضا عندنا، يا اما تكون complex يا اما تكون العبارات الظرفية حبايب شوف، يا اما تكون simple يعني كلمة واحدة يا اما تكون شنو كلمتين. فعندنا adverbial phrase مثلا اللي تعبر عن الوقت مثل time tomorrow غدا yesterday، اذا تعرفون اكو بيهن يعبر عن المكان مثلا upstairs there اوكي او عبارات يعبر عن الحاله very carefully اوكي، هذني عبارات ظرفيه. خلي ببالك طلاب شو خلي ببالي استاذ، انا اقول لك حبيبي يقول لك حدد العباره الاسميه والعباره الفعليه والعباره الظرفيه. هسه مثل هاي تقول له عباره ظرفيه، استاذ شلون اعرف هالظروف؟ وانا اقول لك الظروف حبيبي مثل هسه يسترداي، هاي مو ظرف دال على الزمان تمام.
واقول لك مثلا there هذا مو ظرف دال على المكان، there اقول لك هناك، يعني هناك وين غير مكان. او اقول لك at home، at home هذا مو يد معناتها عن المكان، ظرف مكان. هاي حبايبي تمام. fast سريع هاي مو ظرف. then always repetition الظروف الداله على التكرار، frequency always then مو ظروف. هاي النفي بالجملة باللغة الإنجليزية حبايبي negation، negation وinterrogation الاستفهام. بكل بساطة حبايبي أي جملة بها is و are was و were نفس هالجملة تضيف لها نوت، شوف هالساي موجودة بها is، أي جملة تلقى بها is و are و was و were و am تضيف لها نوت صارت الجملة منفية، تقدمها على الفاعل صارت سؤال. هاي دا درسكم اياها اني بكل بساطة. واكو جمل ما بها الزوار وزوار، يا هي فقط عندك الازمنة البسيطة اللي هي الماضي البسيط والمضارع البسيط. ابوك الله يرحمه. She came early اقول لك مثلا هسه هاي انفيل ياها شو تقول لي هاي بالماضي، راح تقول لي ما دام بالماضي البسيط استخدم did she didn't come. طبعا ودائما الفعل بعد ال does و do و did يرجع مجرد، نستخدم مجرد. Sometimes يقول لك never is used instead of not، يقول لك بعض الأحيان نستخدم not بدل هذا. أوكي ما عندنا مشكلة. يقول لك ايضا حبايبي شوف، يعني احنا مو بس نشلب انه اريد ان في الجمله استاذ اضيف نوت، اكو كلمات هن يحملن معنى النفي مثل يا هن مثل لذن الضمائر مثل نان، nobody، nothing، nowhere، neither، imply negation also يتضمن شنو معنى النفي. I saw none in the house هي جمله منفيه ماشي حبايبي، اذن هن يحملن معنى النفي. انتروجيشن عندك هنا انتروجيشن حبايبي، عندك نوعين من الاسئله، يا اما دبليو اس كويستشن، دبليو اتش كويستشن سوري، لو يس نو كويستشن. الدبليو اتش كويستشن تعرفين هاي مال هوز وواتش وواي تمام، اللي دائما شو يطلب من عندنا؟ يطلب من عدد أداة استفهام وفعل مساعد وفاعل زائد فعل رئيس وبعدين تكمله. أذن ياهن أذن أدوات الاستفهام. أما النوع الثاني اللي عندنا يس ونو اللي هي بابا يبدأ فعل مساعد، خلي بالك تمام، شوف هسه هذا فعل مساعد بادي. أذن الجواب يقول له إلو يس ونو. أقول لك مثلا did you go to school yesterday؟ yes I did. أنت رحت البارحة المدرسة؟ أي نعم رحت. yes no question يا هن الأسئلة اللي بمن يبدأ فعل مساعد مو بدوات استفهام، ماشي حبايبي. أسألك are you reading؟ أنت تقرأ؟ أي نعم دا يقرأ. وخلاص هذا هو يسمونه يس نو كويستشن، لان بدات فعل مساعد اللي هو يقول لك ار يو هل انت، اللي هو شنو هذا يس نو كويستشن معناته هل، اوكي هل انت تدرس، هل انت تقرا، هل انت تاكل، ماشي الى اخره. وعندك ايضا هنا عندك تيل كويستشن الاسئله الذيليه حبايبي، يعني هاي جمله اعتياديه وراح يصير يقول لك سالي likes orange juice doesn't she؟ أليس كذلك؟ yes she does. سالي تحب العصير البرتقال مو؟ احنا باللهجة العراقية هاي doesn't she معناتها مو. yes she does اي الى اخره. الله طلاب شوف
هذا pattern of sentences. الباترينات اللي من خلالها تكونون أي جملة باللغة الإنجليزية إذا ضبطتوها. طلاب، هذا أهم ما موجود، وأتمنى من أستاذكم بالجامعة أن يشرح لكم وفهمكم هذا، لأن إذا فهمتوا هذا طلاب والله العظيم هذا قسم علي، أي جملة باللغة الإنجليزية راح تكتبوها بصورة صحيحة ما تخطون بها. تمام، هذا تكوين الجمل طلاب. النوع عندنا من الجمل اللي يتكون هو من فاعل وفعل، مثل she came هي أتت. عندنا النوع الثاني يتكون منين؟ من فاعل وفعل وتكملة they are clever. أوكي، هم شطار، لازم شوف هاي الجملة هيك تتكون، ما يصير بها نقص. الجملة الثانية تتكون من فاعل وفعل وظرف، فاعل فعل وجوارها ظرف. اوكي، in this room في الغرفة، هذا ظرف، ظرف مكان مو. CVO the boy found his book، ان الولد وجد كتابه. اذن الباترينات الطلاب، احتمال تجيب لك جملة وتقول لك اعطيني الباترين مالتها، ماشي؟ فانت اذا نتعرف ان مثلا CVOA ماري بوت هير بوك، شوف هذا ماري سبجكت، هذا الفعل، هير بوك هذا اوبجكت، اون ذا تيبل، شوف طلاب وين ما تلقى حرف جر ورا كلمه قول اي، يعني هذا ادفير، عباره ظرفيه، ادفير بظرف. اوكي، شوف هسه هذا ظرف، حرف جر زائد كلمات جن وراها ظرف، فابد لا تدخ. They elected him their representative. هذا الفاعل، إنه هم انتخبوه. من هو هذا الأوبجكت؟ شوفوا دائما هذا نيجن أوبجكت. Their representative، إنه يكون شنو؟ الممثل مالتهم. هو من هو الممثل مالتهم؟ هم هو. ماشي؟ فهاي ليش صارت تكملة؟ هاي تكملة للأوبجكت يا حلوين. هنا عندك CVOO زيد sent his father a message. تمام، انه زيد ارسل لوالده رسالة، هذا المباشر وهذا الغير مباشر. استاذ شلون اعرف المفعول به المباشر غير مباشر؟ غير مباشر اذا حذفته ما يختل معنا، مثل استاذ اذا حذفناه هذا غير مباشر، اذا قلت زيد ارسل رسالة تمام ما قادر. لكن هنا اذا حذفت هذا شوف راح يختل المعنى، يقول رسل زيد رسل زيد ابوه وقف، راح انت تسال استاذ ايش رسل، شنو الرساله؟ تمام، فبس فهموا النهايه، هسه احنا ما نريد ندوخكم بهاي الامور. هذا النوع شوفوا طلاب شلون تعرفوا هذا النوع، نعطيكم ايضا معلومه. هذا النوع من تلقى فاعل وفعل وتلقى ورا شنو؟ ضمير. شوف هسه هنا اجى ضمير ورا الفعل، ضمير وراء من هاي الامور، مثل دير كذا، هس كذا، هير كذا، راسا نقول هذا كومبلمنت والقدامه اوبجكت، يعني هذا النوع. هذا ممكن طلاب تجيك، اما يقول لك انطيني جمل على كل نوع، انطيني جمله مثلا سي في او سي تحتوي، تمام، تقدر تكتب لها الجملة او اي جملة تحافظها من عندك، او احتمال يعطيك هاي الجملة يقول لك صنف لي اياها شنو الباترن مالتها، تجي تصنف لي اياها تقول هذا اس، هذا بي، هذا او، الى اخره. هنا طبعا السبجكت يقول لك الفاعل، ممكن يكون ضمير هي شيئته، ممكن يكون اسم مثل علي فراس، هاي تعرفوها ما يحتاج لها روح القاضي. والناون فريز يقول لك مثل يصير the boys the three books. اوكي، the three books. اوكي، هاي three books، the three books، هاي كلها ناون فريز، لا تدخون. والعباره الفعليه شرحنا لكم اياها، ممكن تكون كلمه واحده فعل، ممكن تكون فعليا فعل مساعد وفعل رئيسي. example هنا يقول لك طلع لي الباترن مالتها، او شوف شنو هنا صيغة السؤال تكون، اذا said where you come or not. هنا هسه هاي عبارة اسمية، هاي subject، هنا هاي عبارة، هنا هذا عبارة اسمية، هنا عبارة فعلية،
اوكي هنا تو سكول حبايبي هاي تو سكول خلي ببالك انه هاي عباره ظرفيه وات وات علي سيد هذا كله سبجكت ماشي حبايبي لا تدوخ بيه واذا قلت الاستاذ شلون هذا الحكي راح انقل لك حبيبي اذا كلش دقيت تدور الفعل هذا الفعل وهذا سمو هذا الفعل اللي قدامه كله قول هذا سبجكت واخلص الأوبجكت هنا أيضا يقول لك ترى مرات يكون برناون ضمير مو شرط مثل يجي أو مرات يجي اسم هيم هير ذيم شلون قبل شوي قلناها شلون هسه شوف اجا شنو المفعول به اجا ضمير أو يجي مرات شنو شي يقول لك يجي مرات proper noun أو عبارة يجيك noun phrase شوف هاي noun phrase اجا What he Ali said nominal clause هاي وينها nominal clause What Ali said هاي nominal clause نسميها وهنا الفعل يقول لك دائما يكون يا أما يكون شنو كلمة واحدة أو كلمتين يكون عبارة عبارة فعلية شوف هسا هي عبارة فعلية ماشي حبايبي هسا هاي أيضا نسميها عبارة فعلية ماشي حبايبي يكون simple يعني اذا هذا هسه هذا شوفوا هذا سمبل يعني تتكون هاي العباره الفعليه من فعل واحد نسميها بسيط هاي مو بسيطه ليش متكونه من فعلين فعل مساعد وفعل رئيسي اللي هو التصريف الثالث دائما ناخذ الامور ببساطه الكومبلمنت حبايبي يا اما تكون نون فريز ذا كابتن ذا ماي فريند ستودنت يا اما تكون ادجكتيفل فريز هابي فيري هابي هاي عبارة وصفية اللي very happy happy too tired هاي كلها نسميها عبارة وصفية ودائما تكون تكملة المن يا اما تكون للفعل يا اما تكون للمفعول به مثل هسه هاي these boys are very clever هاي تكملة المن حبايبي هاي compliment المن للسبجكت هذا وين السبجكت they made her family happy هسه شوف هاي كلمه happy هاي هذا الصفة تكمل علما الهير فاميلي للاوبجكت تمام فنقدر نقول مثلا هاي الكومبلمنت السي شلون اعرفها للفاعل حبايبي شوف شلون تعرف الفاعل من تلقى ار واز قول هاي الصفه هي تكمل الفاعل من ما تلقاها تلقى مثل فعل مثل عفوا مثل ميت فعل رئيسي رأسا نقول هاي تكمل الأوبجكت كان الله يحبر بالسنين طبعا العبارات الأي هاي تعرفون شنو الأي معناتها adverbial عبارة ظرفية noun phrase ممكن تكون noun phrase مثل next week last year okay phrase مثل adverb phrase مثل tomorrow quickly yesterday هاي تعرفوها تبعت in his room عبارة جار ومجرور هاي كلها شنو نسميها أي هنا حبايب مثلا مثل ما ارجع واقول لكم مثلا يقول لك هنا حبايب شوف اذا اقول لك هنا اذا اقول لك مثلا جيب لك جمله واقول لك صنف لي اياها شنو هاي فانت تبدا تصنف لي اياها تو ذا هوسبيتال الى اخره طبعا هذن الباترينات اللي ذكرناهم قبل شويه مثل سي في اس او C V O O اوكي C V O C هذن كلهن اجباريات هنا حبايبي هذا اتوقع هيك سؤال هيك يجيك يجيب لك هيك جمله ويقول لك صنف لي اياها للعناصر مالتها تقول له هذا اولا سبجكت عندي هذا فعل هذا اوبجكت الى اخره ان ذا مثل ما قلت لكم حرف جر زائد كلمه قل له هاي شنو adverb يلا وهاي كذلك last monday last week هاي next week هاي كلها نسميها ايضا adverbial لهنا حبايبي وصلت الختام هاي الملزمة واي سؤال اي استفسار عندكم اكتبوا لي على اليوتيوب ان شاء الله هنرد عليكم واتمنى لكم كل التوفيق واعذروني اخاف عبرت شيء لكن انا طلاب بدي اعلمكم شلون تقرؤون يعني حتى مستقبلا ما تعتمدون على اي شخص ولا تعتمدون اصلا على الدكتور الموجود بالجامعه
خصوصا انتو اكيد يعني خلينا نحكي شوي مصطلحات وياكم الضحك، يعني اكيد انتو بين قوسين انسحلتوا بالكورس الاول، خليها نحكيها بهيك عباره، لان جيتوا شفتوا سمعتوا شيء وشفتوا شيء، توقعتوا ان الاستاذ هو يشرح لكم، هو يقول لك هذا مهم، هو يقول لك هيك صيغه السؤال، بس شو نقول انتو انسحلتوا سحله من هاي التمام بالكورس الاول، وبعد تعودتوا مثل ما يقولون على السحل، صارت عندكم خبره تمام. فهنا حبايبي ابحثوا انتم عن المعلومه، الدكتور بالجامعه ترى يا اصدقائي يا حبايبي يا نور عيوني انتم، ترى ما ينطيك المهم، ما يقول لك هذا مهم تمام. انا دا اقول لك هذا الكلام مو اخرب واسك، بس بصفتي استاذ وايضا دا ادرس ودا يلقي محاضرات طلاب الجامعات، وده يعطيهم هاي الملاحظات وهاي المعلومات. حبيبي اعتمد على نفسك، خلي الجامعة مجرد تعطيك ترى شهادة، فأنت تريد تطور نفسك ترى بنفسك، لا تتوقع الجامعة تطورك، وتذكروا كلامي إن شاء الله متخرجون راح تتذكرون كلامي هذا، راح تقول أستاذ حمزة في يوم من الأيام بأحد الفيديوهات هيك قال سمعنا بابا الجامعة ترى تعطيك شهادة، تريد تطور نفسك انت تطور نفسك، تريد تتعلم انجليزي ترى بابا انت تعلم نفسك انجليزي، انت لازم تتعب نفسك تمام. فلا تظلون كله مركز ويا الدكتور، ترى بابا الدكتور عنده اسلوب محاضره، تعرف شنو اسلوب محاضره؟ يعني مو مثل الاعداديه اسلوب التدريس انه المدرس يطوب على السبوره ويشرح وانت تنتبه وتكتب ملاحظات، هاي الامور بالجامعه هذا ما كل حكي، اسلوب المحاضره يطب الدكتور يحكي لك الموضوع هيك حكي عام ويطلع ويقول لك بابا هاي الملزمه روح اقروها راح امتحنك بها لا اكثر ولا اقل. اللي هنا حبايبي وصلت لنهايه الفيديو، وعذرا على طاله بس حبيت اختم لكم كل ما موجود بالملزمه، اتمنى لكم كل التوفيق ويا رب ان شاء الله اشوفكم اساتذه ناجحين بالمستقبل في امان الله.